أعزائي المشاهدين، أيضا أرحب بوليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي. وليد، أهلا ومرحبا. مساء الخير وليد. كما قال إقليم عدن كلمته، وقال أيضا إقليم حضرموت كلمته، وقال أيضا إقليم الجند من تعز كلمته، إقليم سبأ وعاصمته مأرب أيضا قالت كلمتها أنها مع اليمن للاتحاد الجديد ومع الشرعية غير منقوصة من خلال مبادرة ولد الشيخ القد. ما أهم المضامين التي حملها أو حملتها مظاهرات مأرب اليوم؟ نعم، بالنسبة لمظاهرة مأرب والمهرجان الجماهيري الذي أقيم بمحافظة مأرب، أبرز ما حمل أو حمل من رسائل رفض خارطة ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن، رفضا قطعيا كونها تمثل شرعنا للانقلاب وانقلاب على الشرعية الدستورية المنتخبة من الشعب اليمني. أيضا أكدت المزيرة على أن السلام الذي تحدثت عنه خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي هي عبارة عن خطة أو فتح مرحلة جديدة للمواجهات والحرب وتفخيخ المستقبل اليمني من خلال صراعات جديدة، خاصة في ظل الخطة التي وضعت وهي انتصار لهذه الميليشيات على الشرعية الشعبية المنتخبة من الشعب اليمني. نعم، هناك من يرى أن هذا الخروج أيضا هو تأييد، كما هو تأييد للشرعية هو تأييد لليمن للاتحاد الجديد والأقاليم على وجه الخصوص. هل ما هي المضامين أيضا التي حملها المتظاهرون في هذا السياق أيضا؟ نعم، بالنسبة للخروج الشعبي أو لا يتجه أو لا يعبر فقط عن دعم الرئيس لشخصه، ولكن يعبر عن اليمن، عن الشرعية اليمنية، عن شرعية الشعب، بالإضافة إلى الحديث عن المستقبل للدولة الاتحادية. وكذلك حينما تحدث الناس تحدثوا بلغة اليمن، بلغة الدولة الاتحادية التي قدم أبناء اليمن شهداء وجرحى وأشلاء ودماء من أجل التأسيس والانتقال إلى هذه الدولة التي ينشدونها بعد هذا الخراب الذي أحدثه النظام العائلي السلالي الفردي منذ عقود. الجميع أكد على أنه سئم الشخصنة وأصبح يتحدث عن دولة اتحادية بعيدا عن الأشخاص، بعيدا عن كل المسميات التي كرست خلال الفترات الماضية. واليوم الجماهير تحدثت عن إقامة دولة اتحادية تقوم على أسس العدالة الانتقالية، المساواة، تقوم على كل الأسس التي تضمن الحريات والحقوق لكل المتساوية لكل أبناء الشعب اليمني. أيضا رسالة أضافوا أيضا في رسائلهم الحديث عن احترام الجيران، أدانوا ما تعرضت له مكة المكرمة. نعم، وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي، شكرا لك، كنت معي أيضا عبر الهاتف. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى المنتصف.